كنت عايز أسألك بقى سؤال. المدارس الإدارية، وأنت تمرست في العمل الإداري والفني كمان، والفني، ما هو الفني ده طبيعي، لكن الإداري حتى بخبراتك في الاتحاد الإفريقي، في مدارس تقول لك لما تيجي تحفز فرقتك أو تيجي تلعب ماتش مهم، يا إما تعيش أجواء طبيعية مع إنك أنت تهتم بالتفاصيل الفنية، ولكن لا تضغط على فريقك أكثر من اللازم عشان ما توتروش كمسؤول، ومدرسة تانية تقول لك لا، خد فريقك اعزله عن كل ما يحيط به. أنا يعني شفت إن مجموعة من الإجراءات بجد عجبني، يعني وجهة نظر المسؤولين عن نادي الهلال إنه مانعين الاتصال خالص، عازلين فرقتهم خالص عن أي أجواء خارجية، لا تليفونات ولا تلفزيونات ولا وسائل صحف وإعلام ولا صحفيين في الفندق، رقابة صارمة على الأكل، يعني قافلين على التمرين، قافلين على فرقته. لا الفرقة تعرف ماذا يحدث في الخارج، ولا الخارج يدري ماذا يحدث داخل الفريق. ومدرسة تانية وانت ماشي بتحفز فرقتك لكن بتعيش أجواء برضو طبيعية. انت معاني مدرسة؟ انا مع المدرسة الوسطية، انك انت ما تحفزش زيادة قوي، لان المباراة في حد ذاتها اهميتها مش لازم اللعيب يبقى مدرب. يعني لو انا مثلا مدرب مش عارف اللعيب ده ماتش مهم، اصل احنا لازم نكسب 1-0، لا، كل الامور الخاصه بالمباراه كلاعب كره لازم يكون عندك كل المعلومات الكافيه عنها. الحاجه الثانيه ان انا احفزك ازاي؟ احفزك انك انت تنزل هذه المباراه وانت يعني عندك كل الامور الخاصه بالموتيفيشنز والدوافع اللي عندك دي، تنزل عشان تلعب كره قدم، وبعدين ايه، لا تتهاون، تبذل اقصى ما عندك. أيوة. تعطي اكثر ما عندك، تنضبط جدا وتنضبط في كل حاجه، وتكون برضو كمان ملتزم بالخطه بتاعت المدرب. كل الحاجات دي ما بقاش اوفر، يعني اوفر دوز ليهم، وما بقاش اندر دوز، اخليهم دايما في حاله او حاله وسطيه. لكن كل لاعب عارف قدر هذه المباراه واهميتها، كل لاعب بيحس انه هذه المباراه مهمه ونتيجتها حاسمه، فبالتالي انت مش محتاج انك انت تعمل اوفر للدوافع اللي عندهم، خليهم بقى ايه، يعيشوا في جو هادي زي ما قلت. وكابتن الجوهري كان بيعمل كده، كان يمنع التليفونات والتلفزيونات، كان بيشيل الفيشه بتاعت الدش والغرف وقتها، كان ويمنع اللي هو الموجود دلوقتي، هيمنع الواي فاي من من الفندق، وهيمنع التشويش على المنطقه. بس دي كانت مدرسه. الناس هتيجي تقول لك حقق الجوهري منها نجاحات مبهره، نيجي للكابتن حسن شحاته ما كانش بيعمل كده وحقق نجاحات مبهرة. طبعا نجاحات مبهرة، بس مدرسة حسن شحاتة تختلف عن الجوهري. ليه كابتن حسن شحاتة؟ بقولك تختلف، كان هادي، ما كانش زي الجوهري. الجوهري كان برضه عصبي، كابتن الجوهري برغم انه كان ما يبديش عليه العصبية، لكن لما كان يتحدث كان بيتحدث بعصبية شديدة جدا، لكن حماس دافق. حماسه بيوري اللاعب مدى أهمية المباراة بالنسبة له من خلال كلامه. كان يقول لي أنا بجيب صورة اللعيب اللي هيلاعبه، يعني الباك يجيب له الوينج اللي هيلعب عليه واحط له الصوره بتاعته في التسريحه عشان يتعود عليه، عايش اسبوع بيشوفه وبيتسرح وبيلبس، يعني فهو كان عنده طقوس في التدريب زي ما بيقول كده. طبعا عندنا ميزه هنا، هي كولر المدرب بتاعنا ده عنده هدوء، وعنده برضه فكر كويس قوي، بيحاول من خلاله، انه انا متاكد تماما ان اللعيبه بتحس بيه انه هو هادي، لكن من جواه حاسم، عنده حسم شديد جدا، وبياخد قرارات ممكن اي لعيب يعرف تماما انه لو اخطا القرارات واضحه جدا بالنسبه له، فدي بتخلي اللعيب اكثر التزاما في الملعب، ودي حاجه كويسه بيهمه الالتزام التكتيكي. يعني بالتاكيد. وبعدين عنده كمان يعني ما بينفعلش قوي، لكن عنده كل حاجته دارسها وحاطط كل الاحتمالات موجوده. لا انا هو الدراسه والتفاصيل دي يا استاذ حامد احنا عشناها معاه شفناها، يعني حتى هو في الطياره ما فيش ثانيه بيضيعها، اللابتوب مفتوح على طول، وبيدرس وبيقرا وبيكتب وبيعمل فهو الراجل يعني ربنا يوفقه، وربنا برضه يخلي اللعيبه مش محتاجين زي ما انت بتقول يتقال لهم ركزوا. التركيز يعني افصل نفسك عما يحدث في الخارج من نفسك كده. اصعب حاجه تحفز لاعب في مباراه ضعيفه، لانه بيتهاون من نفسه، المباراه ضعيفه، عشان ترفع من قمه الموتيفيشن والدوافع بتاعته، اصعب حاجه على المدرب. طيب ودي حصلت اكتر من مره في اخر